أن أستضيف عبر خدمة السكايب محمد بشير الحسن، إعلامي وباحث بجامعة إشبيلية. أهلا بك سيدي. أهلا وسهلا بك وبكل مشاهديك الكرام. سيدي، كبداية وكسؤال أول، يعني كيف تقرأ حصيلة إسبانيا لهذا الفيروس، فيروس كورونا؟ إسبانيا في الحقيقة هي البلد الثاني الأكثر تأثراً في القارة الأوروبية بعد إيطاليا. تجاوز عدد الوفيات 8000، وأعداد المصابين تجاوزت 100000 إصابة، والذين لا زالوا يرقدون في غرف العناية المركزة يناهزون 5000 مصاب، وهو ما يشكل ضغطا كبيرا على النظام الصحي الإسباني الذي يوجد منه حوالي 15000 من الأطقم الطبية في حالة إصابهم أيضا، وبالتالي خرجوا عن الخدمة، كما سجلنا وفيات 5 أطباء إلى حد الآن في إسبانيا، والوضع ضاغط جدا، والوضع جد يعني متأثر من الناحية الصحية ومن الناحية الاقتصادية والاجتماعية أيضا. إذن إسبانيا تعيش أيضا نقص حاد في أدوات الحماية للأطقم الطبية والتجهيزات الطبية المختلفة، لأن الحكومة تحركت متأخرة جدا بعد أن داهمها الوباء وانتقل إليها من مختلف بلدان العالم، ولم تتحرك باتخاذ إجراءات صارمة، وهذه هي النتيجة بتحول البلاد إلى ثاني بؤرة للإصابات في أوروبا. ولا حديث هنا عن بداية صعود هذا المنحنى، منحنى الوفيات وحالات الإصابة. لا زال من المبكر جدا حسب كل المختصين ووزارة الصحة أنه هذا الأسبوع أيضا سيكون هناك ارتفاع، بعد أن سجلنا يوم أمس رقما قياسيا جديدا تمثل في 864 إصابة، عفوا حالة وفاة، وحوالي 9000 إصابة جديدة. إذن فقط سيدي أنت تؤكد أن تأخر السلطات الإسبانية في فرض إجراءات صارمة عجل في ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في إسبانيا. بالفعل هذا ما يحدث في مختلف البلدان، ولعل إسبانيا مثلا فرضت حظرا كاملا للطوارئ يوم 14 من مارس المنصرم، يوم في ذلك اليوم كان هناك أعداد الوفيات كانت 132، وهو رقم جد مرتفع، وحوالي 1500 مصاب مسجل في مختلف المدن الإسبانية. لنأخذ مثلا الجزائر التي اتخذت إجراءات الطوارئ وإجراءات الحظر الجزئي في بعض الولايات والكل في ولايات أخرى، ولم تتعدى حالات الوفيات 50 حالة وفاة، وأعداد الإصابات إلى اليوم لم تتعدى 850 إصابة حوالي. إذن لنقارن بين الإجراءين. إسبانيا اتخذت ذلك الإجراء لما كان هناك 132 حالة وفاة وأكثر من 1500 حالة إصابة مسجلة. إذن نستنتج من ذلك أن السلطات الجزائرية تحركت بشكل سريع وفي محاولة لاحتواء بؤرة الوباء في مدينة البليدة تحديدا والجزائر العاصمة وباقي المدن، وهي إجراءات يجب أن تستمر الحكومة الجزائرية، خاصة مع التعليمات الأخيرة للرئيس الجزائري المتمثلة في مزيد من الإجراءات والعفو عن بعض المساجين وتطبيق حظر جزئي أو كلي في بعض الولايات إلى غير ذلك. كلها إجراءات اتخذت في وقت مبكر ومن شأنها أن تؤتي بنتائجها بعد حوالي أسبوع أو أسبوعين، وفي مقارنة بسيطة نجد أن هذا التحرك كان سريعا، ويجب أن تستمر مثل هذه الإجراءات في العزل الكلي للمدن التي تسجل فيها حالات إصابة، لأنه إلى حد الآن لا يوجد أي لقاح لهذا الفيروس ولا يوجد أي علاج ناجع لهذا الفيروس، وكل العالم يقوم بتطبيق الوصفة الصينية المتمثلة في حجر صحي على المدن وعزل الأقاليم تماما، كما حدث في إقليم ووهان معقل الفيروس. وهنا في إسبانيا يوم 14 من مارس تم فرض حجر كلي على كل المدن الإسبانية، وتم تجديد الإجراءات في بعد أن تزايدت الحالات الإصابات والوفيات وكادت تخرج عن السيطرة،
تم إضافة حزمة جديدة من الإجراءات الصارمة تم تطبيقها من 31 من الشهر المنصرم وستستمر إلى 9 من أبريل الحالي. إذن على الحكومة الجزائرية أن تستفيد من الدرس من الدول الأوروبية الأخرى التي انتشر فيها الفيروس وتواصل هذه الإجراءات التي اتخذتها والتحرك السريع الذي اتخذه في ولم يبلغ عدد الوفيات رقما كبيرا كما حدث في إسبانيا أو في إيطاليا أو في البلدان الأخرى، لأن هذا هو الحل الوحيد الحالي، أي الحجر الصحي ومنع المواطنين من الاحتكاك ببعضهم والتباعد الاجتماعي، هذا هو الحل الوحيد حتى الآن المطبق، ومن المنتظر أن تستمر سواء الحكومة الإسبانية أو في إيطاليا أو في باقي الدول في تطبيق إجراءات صارمة سيطرة للحجر الصحي. أنت الآن يعني تحدثت عن الإجراءات الصارمة المطبقة من قبل السلطات، سواء سلطات الإسبانية وكذلك السلطات الجزائرية. كان من قبل إصابة إيطاليا كانت هي لربما أول دولة أصيبت بانتشار أو عدوى فيروس كورونا قبل وصوله إلى إسبانيا. هل يمكن القول أنه تجاهل واستهتار المواطنين الإسبان في اتخاذ على الأقل حجر صحي ذاتي من تلقاء أنفسهم زاد وفاقم من الوضع هناك في البلاد؟ صحيح، هذا صحيح، لكن على أن نرجع إلى أن السلطات هي المطالبة بفرض الحجر الصحي وليس المواطنين من تلقاء أنفسهم. هناك ملايين المواطنين لا يتابعون أصلا وسائل الإعلام ولا يدرون ما يجري. السلطات المسؤولة الأولى رعاية مصالح وصحة. كان على السلطات الإسبانية أن تفرض حجر صحي منذ اللحظة الأولى. نعم.